مرحبا مرحبا، يعطيكم العافية. كيفكن؟ اليوم المحاضرة بتحكي عن الأوكلوجن، عن الأطباق، وبصراحة أنا حسيتها كتير محاضرة حلوة وممتعة. يعني أنا بطبيعتي كتير بحب الأورثو وهيك، بحسه تخصص حلو، بده حدا ذكي لحتى يعرف يتعامل معه، فإن شاء الله أنتم كمان هيك بتحبوها وتنبسطوا فيها. يلا بسم الله، خلونا نبلش. هلا أول شي عم يحكي لهون شو هو تعريف الأيديال أوكلوجن، شو هو تعريف الأطباق المثالي. هو علاقة الأسنان ببعض البعض، أوكي، اللي هي بتكون علاقة متناغمة سواء بالحالة الساكنة أو حتى الحالة المتحركة أثناء المضغ، واللي أنت كدنتست لازم أنك تحافظ عليها وتسعى لحتى توصل لها، لحتى الأسنان تقدر تأدي وظيفتها سواء الجمالية أو حتى يعني أثناء المضغ. أوكي، إذا هذا هو تعريف الأيديال أوكلوجن. هلا ليش هذا الايديال اوكلوجن كتير كتير مهم؟ ليش نحن كتير لازم ندرس عن الاوكلوجن وعن الاطباق وكيف علاقة الاسنان ببعض ونتعلم كيف نحافظ عليها وكيف نوصل لها؟ هلا الاسنان لحتى تقدر تؤدي وظيفتها بشكل صح تمام وتعطيني منظر جمالي صح، لازم تحقق هذا الاطباق المثالي، اوكي، اللي هو هلا رح ندرسه كيف بالضبط رح يكون. لازم يكون عندي نقاط معينه بين الاسنان العلويه والاسنان السفليه تكون متلاصقه او مترابطه مع بعض البعض لحتى يكون عندي انا اطباق مثالي. هلا افترض انه في عندي بيشنت صار عنده فقد مثلا تسوس، اوكي، صار عنده تسوس، حفرنا التسوس، فنحن بدنا نعوضه هون بحشوه. افترض مثلا انه فقدنا الكراون كامل، فهون بدنا نحط له كراون جديد او بدنا نحط له بريدج جسر. افترضوا مثلا انه اضطرينا نعمل له امبلانت زراعه، اوكي، فهذا السن الجديد او هذا السن الصناعي اللي احنا بدنا نحط له اياه او هاي الحشوه لازم نرجعها بالضبط على شكل السن الحقيقي اللي انفقد، اوكي، لحتى يقدر البيشنت مره ثانيه يرجع يمارس يعني عمليه الاكل وعمليه الحكي بشكل صح. اي خلل بهاي النقاط او اي خلل بهاي العلاقه بين الاسنان العلويه والسفليه ما راح يخلي لي البيشنت يقدر يعمل هاي الشغلات، تمام. طبعا الخلل ممكن يكون انه سوء اطباق، ممكن يكون عندي مثلا نقاط مرتفعه بالسن فما تخلي لي كمان الاطباق يتحقق بالصوره المناسبه وهيك، اوكي. فلهيك نحن لازم ندرس الاطباق بشكل صح لحتى بعدين نحن باي عمليه وقائيه او علاجيه بنعملها بعدين نقدر نحقق هذا الاطباق ونرجع نفس ما كان. او حتى مثلا بعمليات التقويم، لما بدنا نعمل تقويم مثلا عندنا بيشنت عنده خلل بالاطباق نفس ما رح نشوف هلا بعد شوي، انت كاخصائي تقويم لازم تسعى لحتى ترجع له هذا الاطباق نفس ما كان لحتى يقدر يحقق الوظائف اللي حكينا عنها من قبل. طيب في عندي شيء بسميه المالوكلوجن. شو يعني المالوكلوجن؟ هو الانحراف او الخلل بالاطباق، تمام، لما بتكون الاسنان مانا متلاصقه او متزامنه مع بعض البعض بشكل صحيح، تمام، لما بتكون العلاقه بين الاسنان العلويه والسفليه او الاسنان حتى بين بعض بنفس الارتش مو المفروض تكون بالايديال اوكلوجن. هون بكون عندي شيء بسميه المالوكلوجن اللي هو انحراف او خلل بالاطباق المثالي، اوكي. طيب اول شيء رح نبلش نحكي عن شويه انواع من المالوكلوجن. هلا اول نوع هو بنسميه الليبيال فيرجن او الليبيو فيرجن، تمام، وكمان فينا نسميه الباكو فيرجن. شو معناته هذا الليبيال فيرجن او الليبيو فيرجن او الباكو فيرجن؟ هو معناه لما بيكون واحد من الاسنان، اوكي، هلا انا عندي ثواني مثلا هون، اوكي، هلا هذا هو الارتش عندي، هذا مثلا الارتش تبع الابر جو، اوكي، الاسنان بالاطباق المثالي لازم تكون محطوطه بالضبط على الارتش، اوكي، بمكان المعين اللي المفروض تكون موجوده فيه. السن اذا طلع لبرا، اوكي، او اذا فات لجوا، يعني اذا صار ليبيالي او لينجولي، هون بده يصير عندي مالوكلوجن، اوكي، بده يصير عندي خلل بالاطباق. طب شو انواع هذا الخلل؟ اخذنا اول واحد اللي هو الليبيال فيرجن او الليبيو فيرجن، هي بالنسبه للاسنان الاماميه، او بالنسبه للاسنان الخلفيه بنسميه الباكو فيرجن. معناه لما بيكون السن، اوكي، ما محطوط بمكانه الصح على الارتش، لا بيكون متقدم ليبيالي، اوكي، نفس مصاير هون شايفين انه هاي هون صفة الأسنان الطبيعية، بس طلعوا هون على هاي المانديبولر سنترال انسايزر كيف جاية ليبيالي أكتر، فهي بنسميها ليبيال فيرجن أو ليبيو فيرجن، تمام؟ طيب على عكس الليبيال فيرجن في عندي اللينجوال فيرجن أو اللينجو فيرجن، معناها هون إنه بيكون السن مانو كمان محطوط بالضبط بمكانه الصح على الأرتش، لا بيكون راجع لورا، يعني رايح لجهة اللينجوال أكتر، تمام؟
هذا شو هو، هذا اللينجوال فيرجن او اللينجو فيرجن. طيب افترضوا انه هو محطوط صح على الارتش بمكانه المزبوط، بس مو بالطريقة السوية اللي هو المفروض يكون فيها، مو نفس هيك صاير فيه لفة وصاير فيه هيك ميله، تمام؟ هاي شو بنسميها؟ بنسميها التورزي فيرجن، اوكي؟ بنسميها شو؟ التورزي فيرجن، اوكي؟ انه بيكون هو قاعد بمكانه الصح بس مايل، لافف، ما انه محطوط، يعني الليبيا الاسبكت ما انا موجهه للشفايف بشكل مستقيم، واللينجوال نفس الشيء ما انا موجهه لجهه اللينجوال بشكل مستقيم، اوكي؟ خلينا نشوف صور كمان. اوكي خلينا هون. تمام، مثلا هون بنلاحظ انه هذا الابر كيناين، تمام؟ شو صاير فيه؟ صاير فيه ليبيو فيرجن، خلينا نكبر الصوره. صاير فيه ليبيو فيرجن، يعني جايه لقدام اكثر لجهه الليبيا الاكثر. بينما هون تعالوا على هاي اللاترال، اوكي، اللاترال انسايزر، المانديبولا لاترال انسايزر، بنلاحظ انه هي رايحه لينجو فيرجن، رايحه لجهه اللينجوال، راجعه لورا، فهي بنسميها لينجو فيرجن، تمام؟ هون كمان نفس الشيء، بنلاحظ انه هذا السن اللي هون كمان نفس الشيء، اللي هو الكيناين، اوكي، الابر كيناين رايح لجهه الليبيا، فبنسميه الليبيو فيرجن، تمام؟ وهون بنشوف انه هذا كمان اللور كيناين، بس انه رايح لوين؟ لجهه اللينجوال، فبنسميه اللينجو فيرجن، تمام؟ هذا مثال ثاني. وبظن كان في ايه، وهون اوكي بنلاحظ انه السن محطوط بمكانه الصح، تمام، بس مانو بالشكل السوي تبعه، هو لافف شوي، فهذا شو؟ التورزي فيرجن، تمام، اللي هو صاير له روتيت، اوكي، صاير له روتيت، مانو محطوط على الاكسس بشكل صح، تمام. فاذا هدول هن اشكال، اول اشكال الخلل بصفة الاسنان اللي بتكون عندي. طيب هلا بالنسبه للمالو اوكلوجن، انه الخلل بالاطباق، هو طب ليش بيصير؟ اوكي، هلا هو بيكون نوعين، تمام، يا اما بتكون علاقه الاسنان ببعضها غلط، اوكي، او بيكون العظم نفسه، عظم الفكين عندي اياه مانو، يعني مقاساته مانا صحيحه، تمام، او مانا طبيعيه. شو يعني هذا الشيء؟ يعني طلعوا معي هون على هدول الصور، مثلا تعالوا معي على هدول الصور، اوكي. هلا هون طلعوا كيف بتلاقوا انه هذا اللي هو الايديال اوكلوجن، تمام، محقق لي اياه هون العظام، هون بتحقق لي هذا الايديال اوكلوجن. بيكون الماكزيلا والمانديبل منطبقين على بعض بشكل كتير صح، تمام، فبالتالي حتى المنظر الوجهي من برا ببين طبيعي وببين متقبل وحسن، تمام. هلا هذا الايديال اوكلوجن اللي بيكون بهذا الشكل بنسميه كلاس 1، تمام. بينما هون اطلعوا معي كيف بتحسوا انه الوجه هيك راجع لجوا، تمام، فبالحقيقة هون انا عندي بتكون نفس عظمة الماكزيلا او الماندبل بتكون كتير قصيرة، اوكي، فبالتالي بتحسوا الوجه هيك بصير محدب، اوكي، بصير كونفكس، تمام، بصير هيك من هون من عند الدقن فايت لجوا اكتر، فهي بنسميها كلاس 2، انه بيكون عندي قصر، تمام، فبيكون هيك بتحسوا الوجه عامل مثل كونفكسيتي، تمام، فهي شو بتكون؟ بتكون كلاس 2. هلا على العكس لو كانت عظمة الفك كتير طويلة، تمام، فسببت لي انه الدقن والوجه من تحت هيك بتحسوه طالع لبرا، اوكي، وبتحسوه طويل، فهي بنسميها شو؟ الكلاس 3. اذا لما بيكون هيك علاقتهم منيحة والطول متناسب مع بعضه بنسميها شو؟ الكلاس 1. لما بيكون واحد من الجوز او بالاحرى المانديبولر جو قصير، اوكي، فبالتالي بتحسوا الوجه فايت لجوا، هي بتكون كلاس 2. لما بيكون العكس، بيكون كتير طويل وبتحسوا الدقن طالع لبرا، هذا بنسميه كلاس 3. هلا هي لمحه عامه، خلينا نجي نفصل. مثل ما قلنا هون انه المالوكلوجين بيكون اوقات بسبب السكيليتال ريزونز، مثل شو حكينا عنهم، اللي هن الكلاس 1، الكلاس 2، الكلاس 3. الكلاس 1 بيعطيني منظر نورمال، الكلاس 2 بيعطيني منظر كونفكس، والكلاس 3 بيعطيني منظر كونكيف. طيب هلا في مصطلحين لازم تقدروا تفرقوا بيناتهم وتعرفون قبل ما نشرح هاي الشغله. بس قبل ما اشرح هدول المصطلحين، خلينا نشوف بس هذا التعريف اللي هون عم يعرف لنا السكيليتال مالوكلوجن، انه هو عبارة عن نقص او عدم تناغم بين السايز والشيب تبع الجوز، تمام، وهذا الشيء رح يؤدي لي انه يعني الاسنان ما تقدر تؤدي وظيفتها بالمضغ، او ما تقدر تتداخل مع بعضها البعض لحتى تعمل وظيفها بشكل صحيح.
اوكي. هلا في مصطلحين لازم هيك تحطوهم ببالكم عشان نقدر نشرح السلايدات اللي بعدين. في عندي مصطلح بنسميه الريترو جنافيك، اوكي، بنسميه الريترو جنافيك. تمام، شو يعني ريترو جنافيك؟ الريترو جنافيك معناها انه واحد من الفكين راجع لورا، اوكي. اذا ريترو جنافيك معناها انه واحد من الفكين راجع لورا. في عندي مصطلح ثاني بسميه البرو جنافيك. البرو جنافيك معناه انه واحد من الفكين بيتقدم، بالتالي خط الوجه كلياته بيتقدم، بيعطيني منظر كونفكس، اوكي. فاذا تعالوا نشوف هلا بناء على هدول الشغلات، اوكي، بناء على بدنا نيجي نحكي هلا اول شيء عن البرو جنافيك. اوكي، بناء على نوع البرو جنافيك، اوكي، بدي اصنف اذا انا عندي كلاس 2 ولا كلاس 3. تمام، هلا لما يكون عندي ماكزيلا بروجنيثيك، تمام، شو يعني ماكزيلا بروجنيثيك؟ يعني انه الماكزيلا اللي هو الفك العلوي متقدم لقدام، تمام، وبنفس الوقت بيكون الماندبل صغير مقارنه بالماكزيلا. فهون بده ينتج لي شو شيء بسميه كلاس 2، اوكي، اللي هو بده يعطيني هذا الشكل الكونفكس للفيس، اوكي، ويصير الفك العلوي متقدم على الفك السفلي، فهذا شو بسميه كلاس 2. تمام، وهو بيكون يا اما انه المكزيلا بدها تكون متقدمه او انه بيكون الماندبل صغير بالنسبه للمكزيلا، فبتبين انه ما في عندي تناغم بيناتهم، وهذا الشيء بسميه الكلاس 2. تمام، هلا عكس هيك لو كان الماندبل هو المتقدم نفس هون، تمام، والمكزيلا بتبين بالنسبه له كتير صغيره، فهذا بنسميه كلاس 3. اوكي، اذا البروجنيثيك نوعين، كلاس 2 وكلاس 3. كلاس 2 نفس هون انه تكون المكزيلا هي المتقدمه والماندبل ببين صغير بالنسبه لها، هذا بنسميه كلاس 2. بينما الكلاس 3 انه تكون الماندبل هو المتقدم والمكزيلا صغيره بالنسبه لها، وهذا بنسميه كلاس 3. اتفقنا؟ في عندي شيء بسميه اذا شو اسمه، هذا هو المنظر الطبيعي، اوكي، طلع كيف يبين الوجه على نفس الاستقامه، هذا بنسميه كلاس 1. هون حكينا عن شو اسمه. طب هلا هون داي عشان ما تخربط، هون عم نحكي نحن بشكل عن الفك، يعني الفك نفسه شو صاير فيه، صاير فيه بروجنيثيك. تمام، مثلا هون عم بيحكي لنا عن السكيليتال تبع الوجه بشكل عام، اوكي، سكيليتال الوجه بشكل عام، يا اما بده يكون اورثو جينيثيك بروفايل، يعني منظره طبيعي وبيكون بنفس الوقت كلاس 1، تمام، او بيكون صاير له سوء اطباق او خلل، وشو بنسميه هون له حالتين، يا اما بنسميه ريتروجنيثيك بروفايل. انا هون عم احكي عن سكليتال الوجه كامل، انه بيكون هيك عامل لي مثل كونفكسيتي. اوكي، لو جينا هيك جينا درسنا العلاقه بين الجبين والانف والدقن، بده يطلع معي شكل كونفكس، اوكي، وهذا شو بنفس الوقت بنسميه كلاس 2. كلاس 3 بنسميه البروجنيثيك بروفايل، يعني انه بيكون البروفايل تبع الوجه كونكيف، اوكي، لو جينا ندرس العلاقه هون بدايه من الجبين مرورا بالانف والشفايف والدقن، بلاحظ انه هي شو كونكيف. اذا مره ثانيه نحن هون حكينا عن يعني كل جو شو بيكون صاير فيه، اوكي، وحددنا بناء عليه اذا هو كلاس 2 ولا كلاس 3. هون نحن قادرين نحكي عن الوجه عن البروفايل تبع الوجه بشكل عام بشكل كامل، يا اما بيكون اورثوجينيثيك بروفايل، يعني هيك بيعطيني خط مستقيم، تمام، وهذا بيكون كلاس 1 اللي هو الايديال، او بيكون صاير له ريترو جنافيك او بروجنافيك. اوكي، الريتروجنافيك اللي هو كلاس 2 نفسه بيكون عاطيني منظر كونفكس، اما البروجنافيك اللي هو نفسه كلاس 3 بيكون عاطيني كونكافيتي. اوكي، طيب هلا نحكي عن الاطباق الموجود بالبيرمننت دنتيشن. تمام، انا لما بدي اجي ادرس الاطباق للدنتيشن تبع الانسان البالغ، اوكي، اللي كل الاسنان عندهم هن بيرمننت، هن اسنان دائمه، لازم ادرس العلاقه بين ثلاث شغلات على حده. اوكي، اول شيء راح ادرس العلاقه بين الانسايزرز لحالهم، كيف الابر انسايزر طابقين على اللور انسايزر. بعد هيك بدي ادرس العلاقه بين الكيناينز لحالهم، كيف الابر كيناينز طابقين على اللور كيناينز. بعدين بدي ادرس العلاقه بين المولرز، كيف الابر مولرز طابقين على السكند على اللور عفوا مولرز. اوكي، يلا بسم الله خلينا نبلش. طبعا الكلاس 1 طبعا لكل علاقه بين هدول الثري كلاسز بيكون الى انواع، انه كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. كلاس 1 هو دائما الايديال، اوكي، بس قبل ما نبلش نسيت بدي ورجيكم هون صور انه كرمال هيك ناخذ اكثر. مثلا طلعوا هون،
هلا هون شو اللي صاير بالضبط؟ هذا هون عندي النورمال، اوكي النورمال اوكلوجن. هون شو صاير عندي؟ صاير عندي كلاس 2، اوكي. طب ليش كلاس 2؟ لانه نفس ما قلنا طلعوا كيف الماكزيلا متقدمه على الماندبل، اوكي، فالماندبل مبين صغير بالنسبه لإله، هذا بنسميه كلاس 2، تمام. هون هذا بنسميه كلاس 3. ليش كلاس 3؟ لانه الماندبل هو المتقدم على الماكزيلا، فلهيك سميناه كلاس 3، اوكي. هون كمان صورة تانية، هون شو صاير للبيشنت؟ هاي البيشنت صاير عندها كلاس 3 كمان، انه الماكزيلا متقدم على الماندبل، تمام. فبالتالي صار عندها شو؟ بروجنيثيك، اوكي، بروجنيثيك بروفايل لكل الوش. طب هلا هذا النوع من الحالات كيف بنعالجه؟ طبعا هذا الشيء بيعمله مين؟ جراح الوجه هو الفكين. شو الشيء اللي بيعمله بالضبط؟ هلا هون هذا الشكل من الوجه شو سببه؟ سببه انه عظمه الفك السفليه كتير طويله، اوكي. فشو بنعمل؟ ببساطه بيجي وبيقطع هيك شريحه من العظم، بيقصر العظمه، بعدين يعني نحن ما فصلنا هيك، بنصير فصلنا الفك السفلي لجزئين، بيرجع مره ثانيه بيركبهم على بعض من خلال براغي معينين، اوكي، وصفائح بتكون غالبا من مادة التيتانيوم، اوكي، وبس يعني بيرجع الوضع طبيعي. وطلع كيف اصلا بده يتغير شكل الوجه، يعني طلع هي كيف كانت قبل وبعدين صارت مهنة محاطة لنا بعد هون، بس هون مبين هون كانت قبل هون صارت بعد، اوكي. فنحن كتير قصرنا المسافة هون وبس، نفس ما حكينا هون بيكون عندي الايديال، هون كلاس 2 هون كلاس 3. طيب هلا بدنا نرجع لموضوعنا، اوكي. اول شيء بدنا نقعد ندرس هلا نفس ما قلنا علاقه البيرمننت تيث مع بعض البعض من خلال الثري كلاسز، اول شيء الانسايزرز، بعدين الكاناينز، بعدين المولرز. رح نبلش اول شيء نحكي عن الانسايزرز ريليشن، انا كيف بدي ادرس علاقه الانسايزرز مع بعضهم البعض. هلا لما بدنا نبلش ندرس هاي العلاقه بين الانسايزرز نفسهم، اوكي، الابر انسايزر مع اللور انسايزر، شو بنعمل؟ بنيجي بنطلع على شغلتين، بنطلع على السنجلم، اوكي، السنجلم تبع مين؟ تبع الابر انسايزر، تمام، مع الانسايزر اتش تبعت اللور انسايزر، وبالاخص نحن هون قاعدين عم نحكي عن السنترال انسايزر، اوكي. فاذا انا بدي ادرس العلاقه انه كيف السنجلم تبع الابر انسايزر يعني جايه مع الانسايزر اتش تبعت اللور سنترال انسايزر، اوكي. لحتى اقدر اشوف هذا الشيء طبعا انا لازم اطلع من البروكسيمال سايد او اللاترال سايد، اوكي، يعني نفس هيك نفس هون نطلع هيك من على جنب. هلا الانسايزرز، تمام، مثل ما قلنا انه كل كلاس في له ثلاث اشكال، كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. كلاس 1 اللي هو الايديال، كيف لازم يكون شكله بالضبط؟ لازم هاد، اوكي، الانسايزر اتش، شايفين هاي اللي انا عم اشر عليها تبعت اللور انسايزر، تيجي فورا تحت السنجلم، اوكي، تيجي فورا شو؟ تحت السنجلم. لما بشوف انه والله اللور انسايزر ايدج، اوكي، اللور انسايزر ايدج، تمام، جاي بالضبط تحت السنجلم تبع الابر سنترال انسايزرز او الابر انسايزر، هون بحكي انه هذا كلاس 1 وهذا هو الايديال، والاطباق عندي يا صح، تمام. هلا اشكال الخلل هن يا اما بيكونوا كلاس 2 او كلاس 3. شو يعني؟ اول شيء تعالوا نحكي عن كلاس 2، لما بتكون هاي الانسايزر ايدج مو جايه تحت السنجلم، لا جايه وراه او جايه هيك عليه من فوق، تمام. هون تبعت مين؟ طبعا للسنجلم تبع الابر انسايزر، اوكي. هون شو بصير؟ هاد بصير اسمه كلاس 2، تمام. اذا الكلاس 2 ايمت بصير عندي؟ بصير عندي لما تكون اللور الانسايزر ايدج تبعت اللور انسايزر جايه ورا السنجلم تبع الابر انسايزر، تمام. طبعا هذا الكلاس 2 له نوعين، اوكي، يا اما يعني هدول النوعين بيكون على حسب انه شو السبب. هلا انه شو السبب اللي خلى هاي الانسايزر الادج تبعت اللور تيجي ورا السنجلم؟ السبب الاول انه بده يكون الابر تيث هذا، اوكي، منحرف لقدام، تمام. هذا الابر تيث، تمام، طلعوا كيف الفرق بينه وبين هون؟ هذا نفسه منحرف لقدام، فلما طلع لقدام انحرف لقدام، اجت هاي الانسايزر اتش تبعت اللور طبقت على السنجلم من ورا، اوكي. فلهيك صار عندي كلاس 2. طبعا هذا النوع بنسميه ديفيجن 1، اوكي. فشو بنسميه اسمه الكامل؟ كلاس 2 ديفيجن 1، وبينكتب بهاي الطريقه، تمام، كلاس 2 بعدين هاي اللي هيك مثل ما بعرف شو بسموها 1، اوكي.
هذا هو الكلاس ون. اذا بيكون السبب شو؟ بسبب انه الابر تيث كلياتها منحرفة لقدام. طيب اوكي، هلا نتيجة لهذا الشيء بده يصير عندي شيء بسميه increase in overjet. اوكي هلا كمان شوي بنعرف شو يعني كلمة overjet. هاي اول شغلة. اوكي اذا هذا هو الديفيجن 1. طيب تعالوا نحكي هون على الديفيجن 2. هلا الديفيجن 2 بيكون بسبب انه هاي الابر تيث تمام العكس راجع لورا بزيادة. اوكي فلما رجعت لورا بزيادة تمام مع هذا السن اللي تحت اجى كمان نفس الشيء على البوستيرير بوستيرير للسنجلم. اوكي فصار عندي كلاس 2 ديفيجن 2 تمام. وهون كمان بده يصير عندي انه الاوفر جيت بدها تزيد او ممكن تكون مينيمال. اتفقنا؟ فاذا السبب الاول للكلاس 2 ديفيجن 1 انه بيكون الابر تيث منحرف لقدام. اما السبب لحتى يكون ويصير عندي ديفيجن 2 اللي هو كلاس 2 ديفيجن 2 انه بيكون لا الابر تيث راجع لورا بزياده، فلما رجع لورا صار نفس الشيء انه الانسايزر ايدج طبقت على السنجلم من ورا وصار عندي كلاس 2 ديفيجن 2. طيب طيب هلا افترضوا انه شو اللي صاير بالضبط هون بالكلاس 3 هذا النوع الثالث، اللور انسايزر كلياته اوكي جايه قدام الابر انسايزر، يعني معكوس الموضوع، بدل ما الابر يكون قدام اللور لا صار اللور قدام الابر. اوكي فبيكون بالحقيقه هو انه الانسايز اللور انسايزر اتش صايره شو قدام السنجلم. اوكي فهون طبعا الاوفر جيت شو بده يصير له؟ بده يصير له ريديوست او ريفرست. طب شو يعني اصلا اوفر جيت؟ هلا قبل ما نكمل الانواع خلينا بس نحكي ايوه بالضبط هاي هون. هلا الاوفر جيت دقيقه خلينا نحط هاي الصوره. اوكي الاوفر جيت هي عباره عن المسافه بين الليبيال اسبيكت تبعت اللور انسايزر مع الليبيال اسبيكت تبعت الابر انسايزر. هاي المسافه كلها بسميها الاوفر جيت تمام. اذا شو بسميها؟ بسميها الاوفر جيت. اوكي هلا هاي الاوفر جيت اللي هي المسافه من الليبيال للليبيال يا اما بدها تكون ايديال. وقديش بدها تكون ايديال؟ يعني تكون بالضبط من 1 ل 2 ملي. اذا والله استو كانت من 1 ل 2 ملي معناتها هون هاي ايديال. اوكي بينما اذا زادت عن هذا الشيء نفس ما قلنا هون اوكي انه هون الاوفر جيت بدها يصير لها انكريز، فهون بده يكون عندي كلاس 2 تمام. وبالضبط اي كلاس 2؟ كلاس 2 اللي هو الديفيجن 1 تمام. بينما لو قلت اوكي لو كانت زيرو او صارت بالماينس، يعني هون طلعوا هو المفروض كان يجي هيك، هو المفروض هذا السنترال انسايزر يكون محطوط هون تمام، بس هو رجع لورا اوكي فصارت بالماينس تمام. يعني لما رجعت لورا هون بنسميها انه صارت بالماينس، فهون بده يكون عندي شو؟ بده يكون عندي كلاس 3 تمام. هذا هو الحكي انه افلس بده تكون شو؟ كلاس 3. هلا الكلاس 3 يا اما بده يكون زيرو، يعني انه الادج تبعت الابر انسايزر طابقه بالضبط على الادج تبعت اللور انسايزر. اوكي هاي هون بنسميها شو؟ زيرو. او ممكن تكون نيجاتيف انه بده تكون الاسنان السفليه قدام الاسنان العلويه تمام. فهي هون بنسميها كمان ريفرس اوفر جيت، يعني عضه معكوسه. وعضة معكوسة معناها شو؟ معناها انه الاسنان السفلية متقدمة على الاسنان العلوية عكس الايديال او عكس المفروض. اوكي هون طيب بنشوف الشغلات، يعني هاي طبعا هون الايديال واضح عندي انه هو هون ايديال. هون الكلاس 2 شو اللي صاير بالضبط؟ زايدة عندي الاوفر جيت. ليه؟ لانه الانسايز الادج صايرة ورا السنجلم تمام. هون بنشوف الكلاس 2 ديفيجن 1 وهون الكلاس 2 ديفيجن 2. وهون بنشوف العضة المعكوسة اللي هي الكلاس 3، اوكي انه صاير اللور انسايزر متقدمين على الابر انسايزر. هون حكينا شو معناتهم تمام وخلصنا. هلا هاي هون اللي حكينا عنها هي الهوريزنتال اوفرلاب اوف تيث تمام، او الهوريزنتال اوفر جيت. طب انا في عندي فيرتيكال اوفر شو اسمه؟ خليني عشان ما اخربطكم، انه الهوريزنتال اوفرلاب اوف تيث يعني العلاقة من الليبيال للليبيال بنسميها الاوفر جيت تمام. بينما الفيرتيكال اوفرلاب، وشو هي الفيرتيكال اوفرلاب؟ هي معناها انه قديش الاسنان العلويه بتغطي لي من الاسنان السفليه. اوكي هاي بنسميها الاوفر بايت. اوكي اذا الفيرتيكال اوفرلاب تبع التيث شو بنسميه؟ بنسميه الاوفر بايت. اوكي بينما الهوريزونتال اوفرلاب تبع التيث شو بنسميه؟ بنسميه الاوفر جيت.
تمام. الاوفر جيت معناه المسافه من الليبيال للليبيال، اوكي، بينما هون قديش الاسنان العلويه عم تغطي لي من الاسنان السفليه. هلا النورمال هون بده يكون من 1 ل 3 ملي، اوكي. هلا اذا الاسنان العلويه ما كانت ابدا بتغطي لي الاسنان السفليه، بده يصير عندي شيء بسميه الاوبن بايت، او بالعربي بنسميها العضه المفتوحه. طبعا شو سبب العضه المفتوحه هاي؟ انه لما يكون البيبي هو صغير بيحط اصبعته جوات تمه، تمام، فهذا الشيء بخلي الاسنان ما تسكر على بعض منيح وما تنمو بشكل صح، وما يصير عندي اطباق صح، فهون بده تخرب عندي، اوكي. شو كمان؟ او الناس اللي بيتنفسوا من تمهم، اوكي، بيتنفسوا من تمهم عندهم مشاكل بالانف، فهذا كمان بيساهم لي انه يصير عندي اوبن بايت. هاي طبعا الاوبن بايت شايفين كيف، هلا هو هيك مسكر بشكل طبيعي، طلعوا ورا كيف الاسنان طبقه على بعض، بس هون الانتيرير تيث طلعوا كيف مطابقين، هاي مسميه الاوبن بايت، تمام. هلا اذا هون حكينا انه ابدا ما انا الاسنان مسكره على بعض. طيب لو كانت مسكره على بعض بس بشكل اوفر، اوكي، يعني كتير كتير مغطيه، مغطيت لي اكثر من 1 ل 3 ملي، هون بصير عندي شيء مسميه ديب بايت، او مسميه بالعربي العضه العميقه، نفس هون شايفين كيف هي العضه العميقه كتير، اوكي. أو مو هاي الصوره، هاي صوره تانية، خليني اورجيكم صوره احسن، اوكي. هاي هون شايفين، هاي مسميه هون العضه العميقه، اوكي، انه الاسنان العلويه مغطيت لي اكثر من 1 ل 3 ملي من الاسنان السفليه. النوع الثالث اللي هو بنسميه شو اسمه، الامبايننج بالضبط، ديب بايت. هلا هاي الامبايننج ديب بايت كيف بدها تصير؟ بدها تصير لما يكون عندي عضه عميقه، بس عميقه كثير كثير بزياده، لدرجه انه اللور تيث طابقين على البلت، اوكي، نفس مصاير هون. طلعوا كيف انه هدول اللور تيث لما يسكر البيشنت بيطبقوا على البلت، اوكي. فهذا هو النوع الثالث واللي بنسميه امباينينج ديب بايت، تمام. طبعا الديب بايت والامباينينج ديب بايت شو بنسميهم؟ نعتبره انه هن كلاس 2 ديفيجن 2. ليش؟ لانه هون الانسايزرز بدهم يكونوا ريتروكلايند، يعني بدهم يكونوا راجعين لورا، تمام، لهيك بدهم يغطوا لي كتير من اللور كراون، اتفقنا؟ طيب هيك بنكون خلصنا العلاقة الانسايزرز ببعضها البعض. نحكي عن العلاقة الثانية اللي هي علاقة الكينينز مع بعضهم البعض. هلأ علاقة الكينينز مع بعضهم البعض كيف منقيسها أو كيف منشوفها؟ رح أدرس العلاقة بين الأبر كينين واللور كينين، تحديدا بين شو اسمه الميزيال سلوب تبع الابر كيناين والديستال سلوب تبع اللور كيناين، تمام. فاذا بدي ادرس التداخل بين الابر كيناين واللور كيناين، اوكي، او بالاحرى بين الابر كيناين واللور كيناين مع الفيرست فري مولر، اوكي، اللي هن لور 3 اند لور 4. طبعا هو نفس ما نحن تعودنا كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. الكلاس 1 اللي هو الايدل، انه بدها تكون هاي الميزيال سلوب تبعت الابر كيناين، شايفينها هاي اللي هلا انا اشرت عليها، هاي شايفينها، بدها تكون لما يطبق البيشنت بالضبط جايه مع الديستال سلوب تبع اللور كيناين، اوكي. خليني اورجيكم صوره، اوكي، هذا هو. اطلعوا هون كيف هذا الميزيال سلوب، تمام، طابق تبع الابر كيناين، طابق بالضبط على الديستال سلوب تبع اللور كيناين. بالتالي شايفين هاي الكاسب تيب جايه بالضبط هون بالنص، اللي هو هذا بنسميه الامبريشر، اللي هي المسافه بين اللور كيناين مع اللور فيرست بريمولر، اوكي. لازم اذا يكون عندي شغلتين، انه الميزيال سلوب، الميزيال كاسب سلوب، اوكي، تبع الابر كيناين يكون طابق على الديستال كاسب سلوب تبع اللور، وبالتالي الكاسب تيب او الاكسس تبع الكيناين يكون جاي بالضبط بنص الامبريشر. هذا هو الكلاس 1 واللي هو الطبيعي. هلا شو انواع الخلل اللي هن بيكونوا عندي كلاس 2 او كلاس 3؟ كلاس 2 بصير لما يكون الميزيال سلوب قدام، اوكي، الديستال سلوب تبع اللور كيناين، يعني ما انه طابق عليه مظبوط، تمام. شايفين هون هذا الميزيال سلوب تبع الابر كيناين، طلعوا لوين جاي؟ هو المفروض يكون موجود هون، اوكي، بس طلع هو كيف متقدم لقدام، فهذا هو الكلاس 2، اوكي، انه بده يكون الميزيال سلوب تبع الابر كيناين جاي قدام الديستال سلوب تبع اللور كيناين، اوكي، يعني بده يكون لجهه الميد لاين اكثر، فهذا بنسميه الكلاس 2.
الكلاس 3 بيكون العكس، بيكون انه هذا الميزيال سلوب تمام، ما له جاي على الديستال سلوب، لا راجع لورا، جاي مثلا على نص البري مولر، اوكي؟ فهذا هون بيكون دي كلاس 3. اذا الايديال هو انه يكون الميزيال سلوب طابع على الديستال سلوب، بالتالي الاكسس تبع الابر بده يكون جاي بالامبريشر تبع بين اللور والفيرست بري مولر، اللور كناين واللور فيرست بري مولر. هلا الكلاس 2 انه لا بده يكون متقدم لقدام اكثر، اوكي. كلاس 3 بده يكون راجع لورا، اوكي. هون هاي مثلا كلاس 2 طلعوا، بنلاحظ هون هذا هو الكاناين، هلا قصدي الابر كاناين المفروض هو يكون هون، بس طلعوا كيف تقدم لقدام اكثر، صار بين تقريبا الكاناين واللاترال انسايزر، تمام. فهذا شو هذا كلاس 2، هون صار العكس، هون طلعوا هذا هو الكاناين، اوكي، المفروض هذا يكون هون، اوكي، بس لا هو رجع لورا صار بين التو بري مولرز، فهذا بيكون كلاس 3، اوكي. فاذا هذا شو بده يكون؟ بده يكون كلاس 3، اوكي. اخر شيء بدنا ندرس هلا العلاقه اللي بتصير بين المولرز. هلا العلاقه بين المولرز رح ادرسها من خلال شغلتين، اوكي، بين طبعا الابر مولر واللور مولر. اللور الابر مولر بدي اطلع على الميزيو بكال كسب، اوكي، هاي شايفينها هاي الكسب اللي هون، اوكي، اللي هي جاي من جهه البكال ميزيالي، اوكي. بدي اشوف علاقتها مع شو، مع الميزيو بكال جروف على اللور مولر، اوكي. تعالوا نشوف هون الصور، مثلا هون عندي الكلاس 1، اطلعوا كيف انه هاي الميزيو بكال كسب جايه بالضبط طابقه على، طلعوا شايفينه الميزيو بكال جروف، اوكي، اللي هذا الجروف اللي بيكون بين الميزيو بكال والديستو بكال كسب، تذكرتوا شرحنا عنه، اوكي. فاذا الكلاس 1 لازم يكون الميزيو بكال كسب تمام جايه بالضبط يعني فوق او طابق على البكال جروف او اللي هو الميزيو بكال جروف تبع المانديبولر فيرست مولر، اوكي. بينما الكلاس 2 هو لا بده يكون متقدم لقدام اكثر، بده تكون الميزيو بكال كسب، اوكي، رايحه شو قدام الميزيو بكال جروف، اوكي. او طريقه ثانيه فينا نقول انه البكال جروف او الميزيو بكال جروف تبع المانديبولر فيرست مولر بده يكون رايح ديستالي، اوكي، للميزيو بكال كسب، تمام. طبعا هو نوعين، واحد بنسميه ديفيجن 1 بيكون بسبب الاوفر جيت، والثاني ديفيجن 2 بسبب اللينجوال انكلينيشن، بس هو بصراحه ما بعرف يعني هي قصده اي سن بالضبط، فان شاء الله بتاكد منه وبكتب لكم كومنت، اوكي. طيب نجي على الكلاس 3، هون قلنا شو بده يكون الميزيو بكال كسب جايه ميزيال اكثر او صايره قدام الجروف، هون العكس بده تكون ورا الجروف، او انه بده يكون الجروف جاي ميزيالي بالنسبه للميزيو بكال كسب، اوكي. فهي هون شو بده تكون؟ بده تكون الكلاس 3. اذا الكلاس 1 انه تكون الميزيو بكال كسب طابقه بالضبط على الميزيو بكال جروف، بينما بكلاس 2 بده تكون الميزيو بكال كسب رايحه ميزيالي اكثر، اما الكلاس 3 بدها تكون رايحه ديستالي اكثر، اوكي. تمام، هيك بنكون خلصنا الاكلوجن تبع البيرمننت دنتيشن، ننتقل هلا على الاكلوجن تبع البرايمري دنتيشن. يلا هلا رح نحكي عن الاكلوجن تبع البرايمري دنتيشن. هلا بتتذكروا الاكلوجن اللي حكينا قبل شوي عن البيرمننت دنتيشن؟ هلا هذاك بدكم تعرفوا انه هو كيف بده يكون الاطباق تبع الاسنان الدائمه، يعني بالنسبه لانسان بالغ عنده الست تبعيته كلياتها اسنان دائمه، اوكي. اما هون كيف لازم يكون الاطفال الاطباق بالطفل الصغير، اوكي. طيب هلا هون بالبرايمري دنتيشن الاكلوجن، الايديال انكلوجن، عفوا الايديال اوكلوجن بيتحقق بانه كل سن من اللي فوق، اوكي، من الابر جو بده يكون اخذ مكان يعني معين بين الاسنان تبعت اللور جو، تمام. هلا هي في قاعده بس في لها استثناءين. القاعده بتقلك انه كل سن لبني سواء فوق او تحت لازم يطبق على سنين بالفك المقابل لإله. شو يعني هذا الحكي؟ يعني مثلا هلا بتتذكروا كيف كنا نحن نرقم الاسنان اللبنيه؟ كنا نقول عن هون من الميد لاين A B C D E، وهون تحت نفس الشيء، وبكل ربع نفس الشيء. طيب فمثلا تعالوا لهون، خلونا نبلش اول شيء بالA. هلا الA لازم هو السن اللي هو الـ 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 الـ
عفوا اللور ايه، طيب اللور ايه هذا اللي هون، هذا هون ايه، عفوا قصدي هذا اللور ايه هذا اللي هون لازم يطبق على الابر ايه، تمام. هلا لو جينا للي بعده اللي هو اللبر اللور بي، اوكي لازم يطبق بين الاي وبين البي، تمام. هلا هون مثلا اللور سي، تمام، لازم يطبق بين السي وبين البي، تمام. هاد بالنسبه لللور، اوكي. مثلا هون تعالوا كمان لللور دي، تمام. هلا هذا اللور دي بده يجي بين السي وبين الدي من فوق، فهمت علي كيف؟ يعني كل سن فوق او تحت لازم يجي بين سنين من الارتش المقابل له. طب تعالوا نحكي مثلا عن فوق، هذا هون الابر بي، اوكي، جايه بين البي وبين السي، تمام. هذا هون الابر سي اللي هو الناب العلوي، جايه بين السي من تحت وبين الدي من تحت. هذا هون الابر دي، اوكي، من فوق، اوكي، جايه بين اللور دي واللور اي، اوكي. هو هيك الموضوع، يعني انه كل سن من الاسنان سواء فوق او تحت بده يجي بين السنين بالفك المقابل لإله، فهمت علي كيف؟ بس في عندي استثناءين. اول استثناء بيقولكم انه هذا الابر اللي هون، عفوا قصدي اللور، هذا اللور اللي هون ما رح يجي بين سنين، اوكي، رح يجي طابق مباشره على الابر سنترال. يعني هذا نفس مكتوب هون انه المانديبولار سنترال انسايزر بده يجي شو مع الماكسيلري سنترال انسايزر، فهمتوا علي كيف؟ طلعوا كيف هذا هو المانديبولار سنترال انسايزر، ما انه جاي بين سنين، لا لا، جاي طابق فورا على الماكسيلري سنترال انسايزر. طب ليش هذا الشيء؟ لانه السن اللي فوق اللي هو الماكسيلري سنترال انسايزر كتير كبير، اوكي، فلهيك محتويه كامل، اوكي، ما انه مخليه انه يروح لبين سن ثاني، فهمتوا شلون؟ هذا اول استثناء. ثاني استثناء بخصوص هذا الابر سكند مولر، اوكي، هذا هو اللي هو الماكسيلري سكند مولر، بده يجي، اوكي، نصه عند اللور اي، اوكي، والنص الثاني بده يكون لحاله. ليش؟ لانه انا ما عندي ثيرد مولر هون، اوكي، فما رح يكون في تحته شيء من النص هذا اللي هون، فهمتوا علي كيف؟ فخلونا نقرا الاكزامبل اللي هون. مثلا عم يقول لكم انه الدي عم يطبق مع الدي والاي، هذا هو الدي، شايفينه كيف طابق بين الدي وبين الاي، الابر دي طابق بين اللور اي واللور دي، عفوا، واللور اي. هذا هون الاي، اوكي، هذا اللي حكينا عنه استثناء، تمام، بيجي بالضبط مع الاي، اوكي، اللي تحت، لانه ما عندي ثيرد مولر فما راح يجي يعني سن ثاني بيناتهم. الثالث هون اللي هو السي، السي من فوق طابق مع اللي هو هذا الكيناين، طابق من تحت مع السي ومع الدي، تمام. البي هذا اللي هي اللاترال ابر لاترال طابقه بين من تحت بين البي وبين السي، اوكي، اللور بي ولور سي. وهون كمان مثل ما قلنا انه الابر اي جايه بين الابر اللور عفوا اي واللور بي، وعندي هون بس الاستثناء الثاني انه اللور اي بدها تجي بالضبط على الابر اي، تمام. اذا انا عندي استثناء إن هذا اول واحد وهذا هون الثاني، اوكي، الباقي كلياتهم انه كل سن بده يطبق بين السنين اللي بيكونوا مقابلين لإله، تمام. وطبعا نحن هون قاعدين عم نشرح عن ربع، اوكي، عم نشرح شو عن ربع، تمام. فالربع الثاني من الجانب الثاني رح يكون نفس الشيء بالضبط، اوكي. فاذا مره ثانيه بنشوف هون كيف انه هذا اللور اي كيف طابق بالضبط على الابر اي، اوكي، هذا اول استثناء. وهون ورا شايفين هذا من هون بنلاحظ كيف انه الابر اي طابق مع الابر اي لحاله، تمام، ما في شيء ثاني يطبق معه. اما الباقيين جاي كل سن من فوق طابق بين سنين من تحت، اتفقنا. هلا فينا نحكيها كمان بشكل معاكس، انه نحكي مثلا هون انه نفس ما شرحنا بالاول انه كيف اللور بيجوا بين سنين بالابر، انه هون مثلا اللور سي جايه بين الابر بي والابر سي، فهمتوا شلون؟ هيك عم تصير، فانتم بدكم تنتبهوا يعني. طيب هلا في عندنا شيء بنسميه الانتردنتال سبيسنج. شو هو هذا الشيء؟ اللي هو هلا البرايمري تيث، اوكي، شايفين كيف انه الاسنان بالبرايمري دنتيشن ما بتكون ملزقه ببعض، اوكي، بيكون في مسافات بيناتها. طب هاي المسافات ليش انعملت او ليش رب العالمين حطلنا اياها؟ لانه البيرمننت تيث انتم بتعرفوا انه حجمها اكبر بكثير من البرايمري، تمام. فلهيك لما نفقد البرايمري وتيجي البيرمننت تيث
تطلع اوكي، يصير عندي الاطباق مزبوط واصطفاف الاسنان مزبوط، وما يصير عندي كراودنج، ما يصير عندي ازدحام، الاسنان ما تتراكب فوق بعضها. هلا في بعض الحالات المرضيه انه بيكون الطفل ما عنده سبيسنج بين سبيسز بين هاي شو اسمه الاسنان، تمام، بين اسنانه ما بيكون عنده مسافات، فبالتالي في عنده احتمال انه بكره بس يبدل اسنانه وتطلع له اسنان دائما يصير عنده تزاحم وتراكب وبين الاسنان. اوكي، هون في جدول بيحكي لنا انه قديش لازم تكون المسافه بين بين البرايمري تيث بين كل سن وسن لحتى انه ما يصير عندي كراودنج. فمثلا لو كانت المسافه اكثر من 6 مليمتر، يعني مثلا المسافه هون بين السنترال انسايزر اللي على اليمين والسنترال انسايزر اللي على اليسار مثلا كانت اكثر من 6 ملي، فهون يعني ان شاء الله يعني ابدا ابدا ما في اي فرصه يصير عندي كراودنج. اوكي، بينما لو كانت المسافة من 3 إلى 5 ملي، فواحد من كل 5 أطفال بده يصير له هذا، بده يصير له شو اسمه إنه احتمال يصير عنده هون تراكب أو تزاحم بالأسنان. أوكي، مثلا تعالوا هون إنه يصير أكبر من 3 ملي، فمعناتها كل يعني من بين طفلين في طفل بده يصير عنده تزاحم أو تراكب أو كراودينج. إذا كان من الأصل ما عنده سبيسينج، يعني ما بفهم في صورة، يعني ايه نفس هون طلعوا هذا الطفل، اوكي هذا الطفل طلعوا كيف انه ما عنده سبيسنج اصلا بين المكان بين السنترالز، فهون لما يطلعوا بكره البيرمننت هون في احتمال انه شو يصير عنده كراودنج. اوكي، طب اذا كان اصلا الطفل بالبرايمري تيث اللي عنده اصلا عنده كراودنج، فهو اكيد 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 بكره لما يطلعوا له اسنان دائمين اكيد كمان بده يكون عنده كراودنج. اوكي تمام، فإذا هون لما ما بيكون عندي سبيسينج فكل طفلين من بين 3 أطفال بده يصير عندهم كراودينج. طيب هلا هاي المسافات بين الأسنان إلى أشكال وأنواع. أوكي، أول شكل اللي هو بنسميه developmental أو الفيسيولوجيكال أو الجنراليزد سبيسز. شو يعني هذا الشيء؟ اللي هو هاي السبيسز. أوكي، شايفين هاي المسافات اللي موزعة هيك على طول الارتش، اوكي، بالاسنان اللبنية بالبرايمري ارتش، هاي بنسميها developmental او physiological او generalized spaces، تمام، اللي هي الموجودة خلال البرايمري dentition كامل، وهي كتير مفيدة وميحة لحتى ما يصير عندي تراكب او تزاحم. تاني شيء اللي هي بنسميها البرايمت او السيمين سبيس. هدول شو هن؟ هدول سبيس يعني تو سبيسز محددين، اوكي، هيك ثابتين موجودين بالبرايمري دنتيشن، سميناه هون برايمت سبيس. طب شو هن هدول السبيسز؟ اول واحد بده يكون المسافة بين الابر اوكي واللور ارتش، بين شو؟ بين الابر لاترال انسايزر وبين الكيناين، هاد اول سبيس تمام الموجود بالأبر أرتش، وبين اللور كيناين والفيرست مولر باللور أرتش. أوكي، إذا هذا أول سبيس وهذا تاني سبيس، شو بنسميه هدول الاثنين؟ البرايمت سبيس. هدول سبيسز محددين وخلص بنعرفهم، يعني إنه اسمهم برايمت سبيس. الأول هو بين الكيناين بين اللاترال إنسايزر والكيناين بالأبر، وبين الكيناين والفيرست مولر باللور. أوكي، طيب في عندي شيء مسميه كمان اللي واي سبيس. هذا سبيس، هلا انتم بتعرفوا انه الاسنان الدائمه اوكي اكبر من الاسنان اللبنيه، تمام، فهلا اللي واي سبيس شو المبدا تبعه؟ بحكي لكم انه اذا جبنا البرايمري اوكي كيناين مع البرايمري مولرز، تمام، وقست المسافه اللي عم يحتلوها بالارتش اوكي، وجبت كمان الاسنان اللي بدها تيجي بدالهم اللي هي البيرمننت كيناين مع البري مولرز، وقست كمان المسافه اللي راح يحتلوها، فالفرق بين المسافه اللي هون والمسافه اللي هون بنسميها اللي واي سبيس. فهمت علي؟ كمان نفس الشيء باللور، اذا جبنا اللور برايمري كيناين مع اللور برايمري مولرز وقست المسافه اللي بيحتلوها بالارتش، وجيت كمان جبت الاسنان اللي رح تطلع بدالهم اللي هي الدائمه اللي هن
البيرمننت كيناين مع البري مولرز، وقست كمان المسافة اللي رح يحتلوها، فرح يطلع لي كمان فرق بين المسافتين. هذا الفرق بنسميه الليوي سبيس. هلأ بدكم تحفظون هدول الأرقام، إنه قديش طيب مقدار هذا الفرق. بكل ربع بده يكون الفرق 0.9 مليمتر، تمام؟ هذا بربع واحد. طب أنا بالأرتش الواحد كم ربع عندي؟ عندي 2. فلهيك مجموع المسافة بالأرتش كامل رح أجمع المسافتين بكل بالتو كوادرنت كوادرنتس، تمام؟ بده تطلع معي 1.8. اذا بالابر بده يكون بربع واحد، بده تكون شو 0.9. بالربعين او بالارتش كامل بده تكون 1.8، تمام؟ هلا بالنسبه للور بتختلف الارقام. بالربع الواحد اوكي بده تكون المسافه 1.7 بالربع واحد، بينما بالارتش كامل بده يكون 3.4 عفوا. اوكي فهي الارقام حفظ. وانتبهوا اذا هي قاعده عم تسال عن الدكتوره عن ربع ولا عن الارتش كامل، اوكي؟ وانتبهوا اذا هو ابر او لور. اوكي نكون خلصنا عن المسافات، تمام؟ هلا بدنا نجي نحكي انه المولر كيف علاقتهم بدها تكون ببعض، نفس ما درسنا كيف هي علاقتهم ببعض بالبيرمننت، كمان بدنا ندرسها هون بالبرايمري دنتيشن، تمام؟ هلا انواع العلاقات بين المولر بالبرايمري دنتيشن ثلاث اشكال. يا اما اول وحده بنسميها الستريت او الفلاش تيرمينال سبيس نفس هون، او الثانيه بنسميها الميزيال ستيب، او الثالثه بنسميها الديستال ستيب. شو يعني هذا الحكي؟ خلونا نشوف. هلا رح نبلش باول نوع اللي هو الستريت فلاش تيرمينال سبيس. طيب هلا هذا النوع الاول اللي هو بنسميه ستريت او فلاش تيرمينال سبيس. هلا نحن لما يكون عندنا طفل صغير اوكي، فينا من خلال انه نطلع على اسنانه نتوقع اذا والله بكره بس يبدل ويصير عنده بيرمننت تيث وبيرمننت دنتيشن، هذا الدنتيشن بده يكون كلاس 1 ولا 2 ولا كلاس 3، وبناء على هيك فينا نعمل له اللي هي المعالجه المبكره او المعالجه الوقائيه التقويميه. ممكن مثلا يعني هي هذا الشيء مو متاكده منه بالضبط اذا ممكن نعمل له شيء قبل ما تبلش تتطور عنده المشكله. هلا طيب خلينا نبلش انه احنا كيف بنشوف هذا الشيء. اول شيء نحن رح نفحص شيء بنسميه تيرمينال بلان ريليشن شيب. اوكي طب شو يعني هذا الشيء؟ هو عباره عن مستوى انا برسمه، طبعا وين بيكون؟ بيكون على الماكسيلري والمانديبولر سكند مولر اللي هي اخر سن عندي. اوكي وين بالضبط بتطلع؟ بتطلع على الديستال اسبكت. يعني هلا تخيلوا انه هذا الارتش هيك بده يكون اتجاهه، يعني الارتش بده يكون هيك اتجاهه، اوكي هيك يعني هون هاي السكند مولر، هون بدها تكون الفيرست مولر، بعدين الكيناين، بعدين اللاترال والسنترال، هون تحت نفس الشيء. اوكي فهون نحن قادرين عم نحكي عن اخر شيء خلص. اوكي طيب هلا المهم رح نجي نعمل هذا البلان اللي هون اللي بيكون عباره عن بلين، اوكي وين؟ بالديستال اسبيكت تبع الماكسيلري والمانديبولر سكند مولر. اوكي بجي هيك لهون لعند الديستال اسبيكت هي برسم بلان. هلا اذا كان هذا البلين البلين برسم هون هذا البلين. هلا اذا كان هذا البلين اوكي مستقيم تمام نفس هذا الشكل، يعني الديستال اسبيكت التنتين تبع الابر واللور جاي على نفس الاستقامه، فهون بسميه هذا ستريت او فلاش تيرمينال سبيس. اوكي طيب انا لما بلاقي انه طلع معي فلاش تيرمينال سبيس او ستريت السبيس، هون شو بتوقع؟ بتوقع انه بكره بس يجي بده يبدل، اوكي بس يجي بده يطلع له اسنان دائمه، رح يكون الارتش تبعه يا اما كلاس 1 او كلاس 2. الكلاس 1 راح يكون باحتماليه 56%، والكلاس 2 بده يكون باحتماليه 44%، تمام؟ شو يعني كلاس 1؟ يعني اللي هو الاطباق الايديال، والكلاس 2 انه يكون الابر متقدم على اللور. اوكي كلاس 3 انه يكون اللور متقدم على الابر. اوكي عشان نذكركم فيهم بس، تمام؟ طيب تاني احتمال انه لا ما يكونوا على نفس المستوى، انه شو اللي يصير بالضبط؟ انه يكون المانديبولر اوكي رايح لجهة الدستال، اوكي راجع لورا اكتر، اوكي بس او مو راجع لورا، يعني يكون مثلا بمكانه الطبيعي بس انه الابر اللي هو الماكسيلري متقدم عنه، تمام؟ فعامل لي هيك مثل درجة، يعني طلعوا هون كيف عامل، رح تصير الدرجة هيك هيك هيك. اوكي عفوا خربط، نحن عم نحكي من جهة الدستال، فرح تكون الدرجة هيك هيك هيك. اوكي هون غلط،
هون ما هاي نحن ما بنطلع على جهة الميزيال، بنطلع بس على الدستل، بعتذر على الخربطة. المهم نجي نطلع على جهة الدستل، بلاقي انه هي عملت لي درجة لجهة الدستل. يعني شو؟ يعني الابر رايحة ميزيالي واللور رايحة دستلي، اوكي؟ فانا لما بشوف هذا الشيء، لما بشوف عملت لي هاي الدستل ستيب، شو بتوقع؟ بتوقع انه بكرة بس الطفل يبدل اسنانه بده يكون عنده كلاس 2 انجلز مولر ريليشن شيب. طيب ليش؟ يعني منطقيا اذا من هلا الطفل هو عنده برايمري تيث، الابر متقدم على اللور، اوكي؟ فبكره لما يبدل الاسنان، يعني اكيد كمان انه الاسنان اللي راح تجي بده تكون كمان متقدمه، فاحتماليه كبير انه يكون عنده كلاس 2، تمام؟ فهي هي ثاني حاله. ثالث حاله يكون العكس، اوكي؟ يكون اللور هو اللي متقدم، تمام، بس الابر، اوكي، هي اللي راجع شوي ديستلي، فبدها تعمل لي ميزيال ستيب، اوكي؟ طلعوا كيف هاي الستيب بدها تكون، بدها تكون هيك هيك هيك، اوكي، هيك تقريبا بدها تكون هاي الستيب، بدها تكون رايحه درجه لجهه الميزيال. طيب انا لما بفحص البيشنت بلاقي انه هو عنده هاي الستيب، هون رح يكون بكره يعني لما يبدل عنده احتمالين، يا اما انه يكون يطلع عنده كلاس 1 انجل انجلز مولر ريليشن شيب اللي هو الطبيعي، او انه بيكون عنده احتماليه خفيفه انه يصير عنده كلاس 3، تمام. هلا ايمت بصير عنده هاي الاحتماليه الخفيفه انه يصير عنده كلاس 3؟ لما بده يكون اللور، اوكي، رايح شوي لجهه الميزيال اسبكت، تمام. شايفين هذا اللور كيف رايح؟ كل يعني كل السن رايح هيك لجهه الميزيال، منتبهين معي؟ فالمانديبل كلياته بشكل عام بده يكون زايح لجهه الميزيال، فبهاي الحاله بده يصير عنده شو اسمه الكلاس 3 انجلز. يعني هو بيعتمد على مقدار هاي، يعني مقدار قديش السن متقدم تحت ميزيالي، اوكي. اذا كان هيك بشكل خفيف فهو في عنده احتمال شو انه يطلع عنده بعدين كلاس 1. اما اذا كان كتير كبير، اوكي، والمانديبل كلياته متقدم للميزيال، فهون بده يكون عنده احتماليه انه يطلع عنده كلاس 3. فاذا خلونا نراجع هيك بشكل سريع، انه نحن لحتى نفحص هذا الشيء بنرسم بلين، هذا البلين بنسميه تيرمينال بلين ريليشن شيب، ونرسم نرسمه على الدستل اسبكت تبع الابر واللور سكند مولر، بنقيس فيه احتماليه التالي انه لما احتماليه انه شو بعدين بده يطلع لي نوع الكلاس بالبيرمننت دنتيشن تبع هذا البيبي. اذا والله شفته ستريت فمعناها هون الاحتماليه الغالبه انه يكون كلاس 1، وفي عندي احتماليه ب 44% يكون كلاس 2. اذا استو وطلع لي ديستال اسبيكت ديستال ستيب، فهون الاحتماليه بدها تكون، طبعا هذا يعني انا استعملته بس لحتى اوضح لكم كيف شكل الستيب بدها تكون، ولا هو هذا على فكره بيرمننت، هذا مو برايمري، اوكي، فما عشان بس ما تخربطوا بهاي الشغله انه هذا بيرمننت، تمام، بس انا استعملته لحتى امثل لكم عليه. فانتوا بس افهموا الفكره انه كيف بتكون شكل الدرجه، وبناء عليها بده يطلع لي هذا الشكل من الاسنان او هذا الشكل من الدنتيشن، اوكي. طيب المهم نرجع، لو كان عندي ديستال ستيب فهون الاحتماليه الغالبه انه يكون عندي كلاس 2 انجلز، نفس مصير عندي انه الابر بده يتقدم على اللور. اذا والله شفته وطلع عندي ميزيال ستيب، فهون في عنده احتمال اني اما انه يطلع طبيعي نفس هون هذا بيرمننت دنتيشن، طلع كيف الاطباق عندي يا طبيعي، او اذا كان كتير المانديبل متقدم للميزيال فهون بده يطلع لي كلاس 3. هلا واعتمادا على هذا الشيء، اعتمادا على هذا البلان اللي احنا عملناه او هاي الدراسه اللي احنا عملناها، في عندي فاكتورز، في عندي عوامل بتاثر لي على هذا البلان اللي انا عملته، تمام، انه او على شكل هاي الانجلز كيف بدها تكون. انه طب ليش في ناس طلع عندهم والله ميزيال ستيب، وناس طلع عندهم ديستال ستيب، وناس طلع عندهم اللي هي هذا الستريت او الفلاش تيرمينال سبيس؟ في عوامل بتلعب لي دور بانه يطلع لي هيك او هيك او هيك. شو هنن؟ اللي هي اول شيء الديفرنشيال جروث اوف دي جو، هن نفسهم التو جوز كيف نمو، كيف شكل النمو تبعهم، كيف رب العالمين هيك خلقهم وخلاهم ينمو. ثاني شيء الشكل النمو تبع المانديبل لقدام، قديش المانديبل متقدم لقدام، هذا كثير بيلعب لي دور، اوكي. وركزوا انه هو المانديبل، ممكن يعني بالامتحان تحكي لكم مجزلة، لا غلط، هو المانديبل. ثالث سبب
انه يكون عندي، بتتذكروا الليوي سبيس تمام، اللي هو الفرق بين الاسنان البرايمري والبيرمننت اللي راح يطلعوا بدالهم. هذا الليوي سبيس لما يكون موجود راح يستوعب لي الميزيال شيفت اللي بدها تصير لما بدها تطلع لي البيرمننت مولرز، اوكي؟ فهذا الشيء كمان بيلعب لي دور. فاذا هدول العوامل الثلاثه بيلعبوا لي دور انه كيف بده يكون عندي التيرمينال بلين ريليشن شيب، اوكي، تبعت مين؟ الانجلز مولر ريليشن شيب. طيب هلا خلص خلصنا من البيرمننت اوكلوجن والبرايمري اوكلوجن، نحكي عن شيء مسميه البلانز اوف اوكلوجن، مستويات الاطباق.